السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في درس جديد على القناه ديالكم استفهام عام. اليوم ان شاء الله جيت باش نوريكم الحل النهائي باش نقدروا نشريو من الانترنت بلا ما تشد لنا السلعه ديالنا، لكن بواحد الشروط اللي بسيطه اللي الا تبعتوا هذا الفيديو ان شاء الله حتى الاخير وطبقتوها حرفيا فكونوا على يقين المنتجات ديالكم غادي توصل في امان الله وما غتخلصوا عليها حتى شي درهم. إذن قبل البداية كذلك ما تنسوش دعم القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأصدقاء المهتمين بالمجال، ويلا بنا نبدأ الدرس ديالنا. كيف كنعرفوا كاملين؟ من بعد واحد في شهر 7 جميع المشتريات من المواقع الأجنبية ولا مفروض علينا نخلصوا الديوانة، سواء كان منتج رخيص ولا كان غالي، كان شخصي أو كذلك تجاري. وكذلك واخا يكون هدية، يعني صفت لك شي حد من خارج المغرب شي هدية، فأنت كذلك مجبر أنك تخلص عليه أخي المغربي. وماشي هنا فين كاين المشكل، لأن نسبة 22% إلا كانت ثابتة، بمعنى إلا شريت المنتج ب 100 درهم وغنخلص عليه غير 22 درهم، فراه ما كاين حتى شي مشكل، وكونوا على يقين بأن ما غتكونش هاد الضجة الكبيرة اللي نايضة الآن. لكن المشكل اللي ولينا كنواجهوه وكيواجهوه العديد من الاصدقاء هو اننا كنشريو منتجات باثمنه رخيصه جدا وكنتصدموا بضريبه كتفوت 300% في بعض الحالات. فهنا قدامكم بعض النماذج والامثله الحيه. هذا واحد الصديق خدا واحد المنتوج ب 6 دولار، يعني اقل من 60 درهم، وهنا كيتفاجئ بانه غادي يخلص عليها 80 درهم. وهذه هي التدوينه اللي دار في المجموعه الخاصه بنا. وهذا واحد الصديق ديالنا كذلك دار معاه واحد القلب خطير جدا. سمعوا، جمعوا ليه 4 منتوجات دقة واحدة، ومع ذلك كما هو موضح في التدوينة ديالو ما فايتينش 50 درهم، ولكن كيتفاجئ باللي غادي يخلص عليهم 78 درهم. ونخليكم تقراو اش كتب كذلك هذا الصديق ديالنا. يعني اي حاجه جبتها ولا هضرت عليها الا وكيكون عندي الدليل عليها، يعني ما كنجيبش شي حاجه غير من راسي الاخوان. ومن بعد هذه الروينة كاملة، فالعديد منكم غادي يبغي يسمح في هذا الشراء من الانترنت وما بقيش كاع يفكر يشري من خارج المغرب. لكن هذا الفيديو درتو على قبلكم، فاخوتي راه اي مشكل كاين ليه الحل، والحل هو اللي غادي نقول لكم دابا. فكيف العادة اخوكم استفهام عام ما كيخبي عليكم حتى شي حاجة، وهذه هي المصداقية الحمد لله اللي عندنا في هذه القناة. اذا تبع معايا مزيان، وهذا الشيء اللي غنقول لك انطلاقا من تجربة شخصية ديالي، حيت عندنا شي حوايج اللي خصنا نركزوا عليهم مزيان. فبالنسبه لثمن المنتوج الطبيعي ما خصوش يكون فايت 100 درهم. فسابقا كنا ما كنفوتوش 1250 درهم، لكن حاليا خصك ما تفوتش 100 درهم، وغنرجع باش نشرح لكم علاش هاد 100 درهم. وباش ما ننساش خوتي، فرحنا دايرين مجموعه في تيليجرام، ومجموعه في فيسبوك، ومجموعه كذلك في الواتساب، كنحطوا فيها مجموعه من العروض ديال ليزاشا غروبي، يعني الشراء الجماعي. الناس اللي ما عارفينش هذا الشراء الجماعي، فهو المنتوجات اللي كيكونوا تقريبا ساويين 30 40 50 درهم، وكتلقاهم في القناه عندنا ب 4 دريال 10 دريال درهم 2 درهم كحد اقصى، وبالتالي كتكون واحد الاستفاده اللي كبيره. فما عليكم سوى تلتحقوا بالمجموعات، غنخلي لكم الرابط ديالها في وصف هذا الفيديو. وكذلك ما تشريش اكثر من منتوج في اليوم، شري منتوج وتسنى حتى يرسل لك ولد الشينويه المنتوج، وبعدها بيوم او يومين او 3 ايام وهي اللي كنفضل انا، عاود شري اي منتوج اخر بكل اريحيه. لان انا كيف شفنا سابقا ملي كيتجمعوا في الديوانه او لا ملي كيتجمعوا في الطريق مجموعه من المنتوجات بنفس العنوان بنفس الاسم، فكون على يقين غادي يجمعوهم لك في كليه واحده وغادي يصيفطوها لك مع شركه ديال ليفريزون، وبالتالي غتخلص عليها اخي المغربي. والنقطه الاهم من بين هذه النقاط هو انه خصك ضروري تختار طريقه الشحن اللي غيجيبها هذا المنتوج وما تخلص عليه والو، وهي البريد المحلي او الشحن الحكومي.
وبالنسبة للأسئلة ديالكم بالنسبة لهذا الشحن الحكومي أو البريد المحلي، فهو البريد الغير مسجل. فالبريد المسجل هو الشحن اللي كيجيو معاه رسائل او طرود بقيمه ماليه، يعني كيكون الثمن ديالها شويه مرتفع. هذا الشيء على السابق انا قلت لك ما تفوتش 100 درهم، وبالتالي فان فوا كيكون هذا الثمن طالع نتاع الكوليه، ف 100% كدوز واحد الطرف ثالث اللي هو شركه ديال الشحن اللي كتاخذ من مراكز البريد هذه الشحنه هذه، وهي اللي كتوصلها لك حتى لباب الدار. لذلك اخي اختي اختاروا البريد الغير مسجل. وهنا كنحمد الله على بريد المغرب لانه تعامل معنا بواحد الطريقه زوينه عكس الشركات ديال الشحن الخاصه. فبلاصه بريد المغرب ما يشوف كل طلبيه شنو فيها والقيمه ديالها ويعطي واحد ليستيماسيون شحال غتخلص نتاع الرسوم الجمركيه، هنا داروا واحد الخطوه زوينه وذكيه في نفس الوقت. قالوا كيفاش غادي نديروا باش نعرفوا المنتوجات اللي غاليه والرخيصه، وهنا مشاو ديريكت للمنتجات اللي جايه عن طريق البريد المسجل، لانهم كيعرفوا بلي القيمه ديال المنتجات اللي كتجي فيها كيكون طالع شي شويه، وكيكون في بعض الحالات الغرض منه تجاري. وبالتالي اختاروا ان المنتجات اللي كتجي في الشحن الغير مسجل او البريد الحكومي، فهنا قرروا ان هذه المنتجات تدوز بدون اي جمركه، يعني ما تخلص عليها حتى شي حاجه. وفعلا غالبا هذه المنتجات اللي كتجي مع هذا البريد كتكون الثمن ديالها قليل وكتكون شخصيه، يعني ماشي لغرض ربحي او تجاري. ودابا الخلاصه غادي تسولوني كيفاش غادي نقدروا نحددوا هل هذا البريد مسجل او غير مسجل. فكذلك اخوتي ما نسيتش غادي نوريكم كيفاش تحددوهم. بالنسبه للشحن المسجل هو الشحن السنغافوري اللي كيكون على هذا الشكل امامكم، كيبدا بهاد جوج الحروف ار بي وكيتختتم بهاد جوج الحروف اس جي. ثم الشحن التركي وجميع الشركات الشحن الخاصه كفيدكس داشيل ارامكس سبيداف. اما بالنسبه للشحن الغير مسجل وهو اللي كيهمنا احنا، هو الشحن البلجيكي، الشحن الاوزبكستاني، الشحن الماليزي والشحن التشيكي اللي ولا مؤخرا كينتهي رقم التتبع ديالو بجوج الحروف في يو. وهنا امامكم كذلك مجموعه من طرق الشحن اللي كتكون في علي اكسبريس. فبالنسبه للطرق اللي داير عليها كروه حاولوا تفادوها، وبالنسبه اللي داير عليها علامه صحيح فتقدروا تجيبوا بها السلعه ديالكم ما تخلصوا عليها والو. ولكن كيف قلت في الاول ما تحاولوش تشريو اكثر من منتوج في النهار باش ما يتجمعوش لكم ويدوزوا لشركه خاصه. اذا خوتي هضرنا على كل شيء في هذا الموضوع، نتمنى نكون جاوبتكم على جميع الاسئله اللي كانت في بالكم واللي كانت محيراكم. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء المهتمين بالمجال، واذا كانت خويا اختي هذه اول زياره للقناه ما تنساش دير اشتراك وفعل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا اول باول.